السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نص التمرين يقول: عضوية الجسم في عرضة دائمة إلى العناصر الغريبة، مقابل ذلك توفرت على مستواه عناصر مناعية تعمل على التصدي له كالأجسام المضادة. ولغاية تبيين دورها الدفاعي عن العضوية، أنجزت الوثيقة التالية: 1- حدد من الوثيقة نوع مولد الضد الذي سوف يرتبط بالجسم المضاد، فسر ذلك. 2- يشكل اتحاد الجسم المضاد مع مولد ضد مركب جديد، سمي المركب الجديد وحدد أهميته بالنسبة لسلامة العضوية. ب: ماذا نقصد بمصطلح النشاط النوعي للأجسام المضادة؟ ج: حدد نوع الخلايا المنتجة للأجسام المضادة ونوع المناعة التي تتدخل فيها هذه الأجسام. الحل: حدد من الوثيقة نوع مولد الضد الذي سوف يرتبط بالجسم المضاد. بالنسبة للجسم المضاد، ها هو بشكل حرف إيكراك أعطى لنا 3 مولدات ضد: مولد ضد A، مولد ضد B، مولد ضد C. لو نلاحظ على A بمكان أو موقع التفاعل، هذا الموقع التفاعل يجب أن يكون مولد الضد يطابقه، أو يحدث بين جسم المضاد ومولد الضد تكامل بنيوي. لو نرى هنا، نلاحظ أن التكامل البنيوي يكون أقربا ل يكون مولد الضد ب. لاحظ هنا مولد الضد ب هو اللي راح يرتبط بالجسم المضاد. لماذا؟ لأنه راح يشكل لنا أو يحدث بيناتهم تكامل بنيوي على مستوى موقع التفاعل. يشكل اتحاد الجسم المضاد مع مولد الضد مركب جديد. ألف: سمي المركب الجديد وحدد أهميته بالنسبة لسلامة العضوية. إذا المركب الجديد هو عبارة عن اتحاد جسم مضاد زائد مولد ضد، يشكل مجموعة الجسم المضاد ومولد الضد معقد مناعي. أهميته بالنسبة لسلامة العضوية أنه الجسم المضاد عندما يثبت أكيد راح يعدله ويبطل مفعوله ويثبطه. ب: ماذا نقصد بمصطلح النشاط النوعي للأجسام المضادة؟ نقصد بمصطلح النشاط النوعي للأجسام المضادة بأن الأجسام المضادة تتميز بالنوعية، يعني كل جسم مضاد مخصص له مولد ضد معين. جيم: حدد نوع الخلايا المنتجة للأجسام المضادة. الخلايا التي تنتج الأجسام المضادة هي اللمفاوية بائية LB. نوع المناعة التي تتدخل فيها هذه الأجسام أكيد استجابة مناعية نوعية خلطية، أو استجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلطية. ألف: يشكل اتحاد الجسم المضاد مع مولد الضد مركب جديد يدعى المعقد المناعي. ما هي أهميته؟ أهميته بالنسبة للعضوية هو إبطال مفعول مولد الضد بتعديل سمومه. ثم ب: ماذا يقصد بالمصطلح النشاط النوعي للأجسام المضادة؟ يعني كل جسم مضاد مخصص له مولد ضد معين، أو كل مولد ضد له جسم مضاد خاص به. جيم: نوع الخلايا المنتجة للأجسام المضادة هي اللمفاوية البائية. أما نوع المناعة التي تتدخل فيه هذه الأجسام المضادة هي مناعة نوعية ذات وساطة خلطية.